بأغلبية مطلقة فازت برئاسة بلدية كولونيا من الدور الأول الألمانية هنريت ريكر التي تعرضت قبل يومين للطعن بسكين احتجاجا على مواقفها المؤيدة لاستقبال اللاجئين في ألمانيا، وحصلت ريكر على أكثر من 52% من الأصوات. وكانت ريكر نقلت إلى المستشفى يوم السبت إثر تعرضها لاعتداء له دوافع عنصرية على يد مهاجم عاطل عن العمل مقرب من اليمين المتطرف، بينما كانت تطلق حملتها في سوق تجارية. وكانت المرشحة المستقلة المدعومة من المحافظين بزعامة أنجيلا ميركل أصيبت بجروح خطيرة على مستوى العنق، لكن حالتها الصحية آخذة في التحسن بحسب مصادر طبية.